إن أحد أبرز معالم البيت الحرام والكعبة المعظمة المشرفة هو قطعة من الكعبة، بل هو أعظم أجزائها وأشرفها، بل وأشرف حجر على وجه الأرض كلها، قيل إنه من حجارة الجنة، قيل جاء به ملك من السماء إلى الأرض، كما ثبت في الحديث أنه نزل من الجنة، وقيل إنه أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الحجر الأسود وقد نزل من الجنة، وعندما كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان الكعبة المشرفة، قيل إنه نزل مع آدم وحواء عندما نزلا وأهبطا من الجنة، وقد كان لون هذا الحجر الأسود الآن أبيضا سابقا ثم اسود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وفي رواية: أشد بياضا من الثلج. إن تقبيل الحجر الأسود فيه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، وليس فيه تعظيم للحجر نفسه، وما ينبغي أن يكون ذلك، إنما إظهار العبودية لله عز وجل باتباع أوامره وطاعته أيا كان هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتقبيل الحجر إعظام وإجلال لله سبحانه وتعالى، أو تعاهد معه على الطاعة والالتزام، كما يحدث بين الناس في المبايعة والموالاة. إن السبب الحقيقي وراء تقبيل الحجر الأسود هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فهو الذي فعل ذلك، بدليل قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد تقبيل الحجر، قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. أخرجه البخاري، وفي رواية مسلم: ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وقد أمرنا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وخاصة في الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم. ويشرع استلام الحجر الأسود عند البدء بالطواف وعند أول كل شوط، وكذا يشرع تقبيله، فإن شق ذلك استلمه بيده وقبل يده، وإلا أشار إليه دون تقبيل. فعن نافع رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه مسلم. كما ثبت بالنصوص الترغيب في تقبيل الحجر الأسود، وبيان أنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق، وأنه تحط به الذنوب. ففي الحديث: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. رواه أحمد وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي عن ابن عباس، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ولا شك أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن الطواف، إن تيسر فعلها دون مزاحمة أو ضرر أو إيذاء لأحد بفعلك هذا، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة لأنها عورة، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى. كما أنه لا يجوز للمرأة عندما يتيسر التقبيل دون مزاحمة، لا يجوز لها أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعمر: يا أبا حفص، إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبر وامضي. رواه الشافعي في سنته.
هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.